السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ معكم أخوكم بسام. اليوم إن شاء الله تعالى بنكمل تختيم Elden Ring الحلقة 21. في الحلقة اللي راحت خلصنا الحمد لله استكشاف شرق البحيرة، رحنا الكنيسة هذه وهزمنا زعيم الشجرة ورحنا للدنجن هذا الحلو وأخذنا منه آيتم مهم. الدنجن ده جدا مهم إذا أنت تهتم للقصة حقت اللعبة. أخذنا منه هذا الآيتم البلاك نايف برينت، فيه له بصمات Mark of the Night of the Black Knife. تقدروا يعني زي ما تقولوا بصمات أو علامة الليلة السوداء حقت السكاكين السوداء. فالحين بما أنه الآيتم معانا، تذكرون قلت لكم أنه يمدينا نيجي نكلم روجي، وروجي هو اللي راح يعطينا معلومات كثيرة ومهمة، فخلونا نسمع إيش يقول لنا. Always good to see you safe. So, what do you need? أوكي، هو شيء عادي قل إيش تبغى. فبوريه البلاك نايف فينجر بريت. ما تدرون خليني اكلم فيها اول شيء. دقيقه، هذا شريت منه كل شيء؟ لا بعدين نشتري منه، مو مشكله. خلينا اول شيء نكلم فيها، ابى اسمع ايش تقول لانه من زمان ما كلمناها. وفي زي ما قلت لكم دول الثلاثه مربوطين في بعض. I am pleased to see you. Would you like me to... خليها تحضننا، وانت حاضنها ممكن يطلع لك ديالوج. You are so very warm. شايفين جاني الحوار هذا توكن سيكريت، بتكلم معاها بالسر. I was known as a deathbed companion. Where I come from, after I received the warmth and lively vigor from a number of champions, I lay with the remains of an exalted noble. To grant him another chance at life. To do so is the purpose of my being. But before I could bear the noble into new life, I was awakened by the guidance of grace and chased from my birthplace. Pray, be kind. Despite all that, I still wish to be a deathbed companion. So please, let me hold you like this as often as it takes. هي اللي قالته انها هي اسمها Death Bed Companion، شريكة سرير الموت. ف ما احنا اول الابطال اللي حضنتنا، وهي عندها مهمة، لكن هي تفضل انها تحضن الابطال لانها تحس بالدفء لما تحضنهم. ف فتقول خلينا احضن قد ما اقدر. فدحين جاء حوار ثاني. Do you know يعني تدري، انت تدري. My dear, have you ever heard of Black Knife Prince؟ اللي معايا في الشنطة. Dear Roger likes to talk of them when abed. روجير جاء حضنته وقال لها. In which the first of the demigods was slain, the black knives wielded by the assassins who committed the act, along with the impressions they made. Somehow hide the truth of the Black Knife Assassin. هم اللي استخدموا السكينة في الليلة السوداء. But dear Roger began to weep as he spoke. روجير لما جاء حضنا قاعد يصيح. فروجير خوينا الساحر، طبعا مو بس احنا ترى اللي تحضننا، تحضن كل الشخصيات اللي هنا. فهذه زي ما تقول تسمع اسرارنا كلنا. فلما نجي لما تيجي تحضنها كلهم يجوا يقولوا اللي في خاطرهم. فروجير جاء وقال لها كل اللي في خاطره، قال لها عن الليلة السوداء، وقال لها عن السكاكين، وقال لها عن البصمات. فدحين about the black knife print. In truth, I've heard tell from someone else. يعني شخص ثاني. About the black knife prints that fascinate dear Roger so. دي. يعني عطتنا المكان. But it wouldn't be right to give this to him, stuck as he is. In the round table hall, perhaps you could make use of it. المفروض إنه إحنا جينا كلمناها قبل ما نروح الدنجن اللي رحنا الحلقة اللي راحت، لو بنمشي بالترتيب. لأنه لما تحضننا تقول لنا إنه روجي قاعد يتكلم عن البلاك نايف فينجر برينت، شو اسمه هي البلاك نايف برينت. ها
هذه. فالمفروض نجينا كلمناها وهي راح تديك الخريطة. شايفين هذه هي الخريطة، نفس المكان هذا اللي رحناه احنا اصلا في الحلقة، احنا قدنا ورحنا، هذا هو المكان نفس اللي في الخريطة. فهي قاعد تقول انه من الظلم اني اعطي روجير، اعطي روجير الخريطة، لانه روجير يبغى يروح ذاك المكان، يبغى يجيب البصمات او السكينة، بس تقول من الظلم ان اديله اياه وهو في حالته هذه، لانه هو الحين زي ما تقوله فقد رجوله فما يقدر يتحرك الرجال، فكيف يقدر يروح؟ فتقول من الظلم ان اديله اياه. فقالت انه تقدر انت تروح بداله. فخلينا دحين بنكلمه بنقوله على ال... نعطيه البصمه. دقيقه، دي مدينا نقول له تجيني about Roger. اوكي خلينا نساله عن روجر. Are you acquainted with a man named Roger? You know, the piteous fellow hiding away on the balcony. He was a formidable spellblade in times past. Don't let his easy air deceive you. He was wise beyond his years, stout of heart and clear of mind. No more though. You see him now, ravaged by thorns, muttering and rambling. Like he's half dead already. I can't stomach to watch. Take well the lesson, friend. That's how you end up when seduced by those who live in death. When grace is sullied, it rots people from the inside. Breaks them. قاعد يتكلم عن روجر وأنه قاعد يبحث عن شيء، والشيء هذا خلاه زي اللي يوسوس وزي المجنون، فهو قاعد يقول لي انتبه فلا تصير زيه. فاحنا ما علينا من دي، خلينا نقله. فخلينا نكلم روجير ونعطيه، خلينا نسمع هو ايش بيقول عن دي. روجير طيب ما هو زي دي. دي دي was telling me that he discovered the mark of the centipede. The centipede is an ancient symbol of the curse mark. As long as whoever finds and uses it is not nefarious by nature, then we may be able to form an alliance. If only I could speak to them in person, and if they were like you. العلامة أتوقع هو قاعد يقول حصل دي كلموا على علامة. العلامة مكانها لما نزلنا تحت وبرينا الشجرة ذا المكان، كان في زي العلامة في الأرض على شكل أخطبوط، مكان ما أخذنا التيلز من حقة الدث هذه. طيب خلينا الحين من جد نكلمه عن نعطيه البلاك نايف برينت، حينبسط. This is a black knife print. I can scarcely believe you managed to get your hands on this. You recall our conversation about the night of the black knives, yes? They say the assassins who carried out the deed were scions of the Eternal City, a group entirely of women arrayed in armor of silver under cloaks which fooled the eye. The knives they wielded though were imparted with the power of the rune of death through sinister rite. Please, I beg of you, lend me the knife print for a time. I'd love nothing more than to tease out its secrets. Though only a fragment, a very specific ritual had to be performed to impart the power of the rune of death. Traces of the one who performed the rite are sure to remain in the imprint. Half my body has been suffused with death. I'm certain it will help me see. اوكي عطينا دحين البلاك نايف برنت، اعطانا معلومات صراحه انا هذه معلومه تو ادري عنها، انه الاساسنز اللي استخدموا السكينه السوداء البلاك نايف انهم حريم. تو انتبهت منه، انا كنت احسبهم رجال طلعوا حريم. احنا برينا واحد منهم في الدنجن اللي اخذنا منه السكينه. يبغالي صراحه اقرا عن الملابس حقتهم واتاكد، ممكن هو مو معلومة حقته مو متأكد منها، بس على كلامه انه حريم فيميل. طيب خلينا نعطيه ونشوف ايش يقولون الحين. اه قال اعطيني اياها وديني شوية وقت، فراح نعطيه شوية وقت نرجع نرسبن ونسمع ايش يقول لنا. هذا احلى شيء في العاب السولز يا شباب، الحوارات والشخصيات لما تكلمهم. أدري في بعضكم يلعب بس عشان الجيم بلاي، بس هذه صراحة متعة ثانية. خلينا نكلم روجر. آه، هلا.
I was hoping to see you. هو قال اعطيني وقت عشان اكتشف الاسرار حقتها. Here's the knife print bar. With my thanks. سوى اختباراته على السكينه رجعها لي. Now I have a fairly good idea who performed the rite upon the blade. يقول عرفت من الشخص اللي استخدمها. من الشخص اللي كان ورا من اللي كان ورا ذيك الليله. الراني كانت ورا ذيك الليله. Demigod and sister to General Radahn and Praetor Rykard. Hers was the name I discovered in the imprint. Truly, you have my thanks. But if I might be so bold, I would like to ask something more of you. Sure. If Rani truly is the one who plotted that fateful night, then she should bear the curse mark of destined death somewhere upon her flesh. I would like you to procure it for me. And then all will be laid bare. I will have the answers I have sought for so long. اوكي كلام ثقيل. راني اللي هي الشخصية اللي قابلناها في بداية اللعبة، الساحرة اللي لابسة ازرق ومطاقية اللي عطتنا الصمن اللي سمحت لنا نستدعي الصمنت. فهو بعد ما سوى اختباراته اكتشف انه الشخص المسؤول عن ذيك الليلة هو راني، وراني كانت تشتغل من تحت لتحت، وهي اللي جندت هذول الاساسنز وبدأت في ذا الشيء، لأنه كل الأمور كانت طيبة ترى. قبل ما ينقتل الأمير كل شيء كان تمام، كل الأمور كانت حلوة والدنيا حلوة. من يوم ما مات الأمير بدأت صارت المشاكل. فهو يبغاني أكمل تحقيق في ذا الموضوع، فدحين بسأله بقول له فين طب أحصل راني. I have some idea of Rani's potential whereabouts. There's a manor to the north of the Academy of Rhea Lucaria. It is the familial home of the Carian royals from whom Rani descends. There's been talk of the old royals' vassals gathering there in okay, عرفنا انا عارف المكان. قال لنا في شمال الاكاديميه. Well kept secret, but I suspect she might have returned to the manor in which she was born. رجعت للمكان اللي ولدت منه. دحين خلينا نساله نقول له ايش تبغى انت في الكيرس مارك، علامه اللعنه، ايش تبغى فيها؟ هو ايش نظريته؟ يقول انه المفروض اللعنه تروح لراني، لأنه راني هي المسؤولة. ليش إحنا نلعن وسبتها؟ فالمفروض هي تتحمل المسؤولية. فبسأل بقول له إيش تبى تسوي فيها؟ I'm afraid there's something I must tell you. Do you know of those who live in death? The very notion of life in death defies the golden order. By Dee's account, these defiled fiends must be expunged. But truth be told, I seek the curse mark to save them. هو يبى العلامة عشان يبى ينقذ الأموات. examination of the night of the black knives. These souls have committed no offense. They have every right to love. اوكي فهمتك. طيب الحين بعد ما مات الامير بسبت راني هي اللي عطت الاساسنز السكينه، في ناس بدوا زي ما تذكرون في الهياكل العظميه لما يموتوا يرجعوا، فهذولا ما يقدروا يموتون. دي يقول انه هذولا لازم نقتلهم، نبيدهم عن بكره ابيهم. هذول ناس ميتين المفروض ما يعيشوا، لازم نقتلهم. هذه وجهة نظر دي. وجهة نظر روجير العكس. روجير طيب يقول لا، نبغى نجيب علامة اللعنة، نبغى نحل الموضوع عشان ننقذ هذول الناس عشان يموتوا بسلام، ما نبغى نقتلهم. هم ايش سووا؟ مساكين ما سووا شيء. فهذه وجهة نظر روجير. روجير ابيض هذا اسود، خير شر. ما ادري اذا بيكرر. Yes, indeed. خلينا نسال عندي. يقول اذا دي عرف. يقول اذا دي عرف انا ايش ابى اسوي راح يعصب علي. يقول راح اكذب عليه لو سالني. طيب بخصوص راني راح نحصلها هنا. في هذا المكان. هذه المنطقة ان شاء الله تعالى، وراح نجيها قدام ان شاء الله تعالى. اوكي طبعا هذه كلها مقدمة الحلقة، ربع ساعة كان بامكاننا نسوي لها سكيب، بس تعرفوني احب اوريكم كل حاجة. خلونا نقول بسم الله نبدأ الحلقة. الى البحيرة.
عاد البحيرة كبيرة ومليانة فيها ايتمات وفيها دناجن كثيرة. ف لو سمحتوا قاعد اتكلم مع الشباب. فاول شيء الخطة انا ايش بسوي؟ بستكشف اللي برا برا بعدين ابدا ادخل الدناجن كذا دفعة واحدة، او اني ادخلهم دنجن دنجن على حسب. الدنجن هنا حلو والله، يبغى لنا نروحه، بس خلينا نريح عند البونفاير اللي هنا. انا علمت عليها في هذا الجابو. خلينا ناخذ الايتمات مره واحده. وينو؟ أبا والله هذاك قوي يا شيخ. ايوه هذا هو جاني. بثر ومزعج وصوته مو كويس. اظن اني فوتت البونفاير. في بونفاير هنا انا متأكد. ايوه لا ايوه هذه. ما با اجلس عشان هذاك لا يرسبن لي. شكله يرسبن اصلا. حلو اخذنا الكرافت الكوك بوك كتاب الوصفات هذا. ويخلينا نفتش الجزئية دي على السريع. واحد ثاني كده عيب. وهذه بورتل يا شباب تنقلنا لأماكن ثانية. أنا ما أحب أستخدمهم لأن تخرب علي الترتيب. يمديك تستخدمها بس راح توديك مكان، وأفضل شيء نمشي بالترتيب، نروح للأماكن برجولنا إلا إذا أنت تبي تسوي سبيد رن وعارف فين بتروح. انا بس جالس بتاكد اني اخذت كل الايتمات من دي المنطقه. ليه مره واحده هنا نمشي قدام؟ في كمان بونفاير ثانيه هنا. في بونفاير وفي شخصيتين حلوين. هذه واحده منهم، هذه شخصيه كويسه. وهناك شايفين النار، في واحد هناك جالس. شوفوه بان. راح نروح له. Hello. بس خلينا اول شيء نكلم هذه. Please. Over here. Hello. It's rather chilly here, isn't it? My mistress sent me off on an errand, but I was accosted by a ruffian and now I'm in a bind. Could I ask you lend a hand? Perhaps that thug made off with a precious necklace. I need someone to retrieve it. Only he too is tarnished. If you've any qualms confronting your own, I shall find another. اوكي قاعد تقول انه في ثق حرامي سرق النكلس حقتها تبغاني ارجعها، بس المشكله ان الشخص هذاك تارنشت، واذا ما تبغاه بتدور على شخص ثاني. فخلينا نسمع ايش عندها. Thank you, dearly. What a blessing that we've met like this. The thug
Jack should be resting at an abandoned home down the way. Please, I must have the necklace back. طيب هي تبغى النيكلاس زي ما قلت لكم. دحين خلينا نروح لصاحبنا اللي هنا. انا اول مره لما لعبت اللعبه اول واحد جاء في بالي باتشز. الباتشز هو الحرامي، بس بعدين اكتشفت انه باتشز بريء من هذه التهم، لان باتشز هو الحرامي. Oh well, it's been a long while. It's me, Patches the Untethered. I'm still in business, if you can believe it. بالعكس باتشز يبي يساعد البنت هذه. So I haven't got much. Patches Emporium. اوكي خلينا نشوف ايش عنده ايتمات. اوه باتشز غالي. هذا الايتم مرة حلو يا شباب، ترى يساعدكم بالماركت اذا انتم ما بريتوا ما دخلتوا القلعة حقت ستورم فيل كاسل. وماركت يمديك تستخدم ذا الايتم ضده، يثبته في الارض. بس المشكلة ما عندنا فلوس، وهذا ما بأذبحه لأنه لو كويست. فا إيش معنا؟ 5000، أحتاج أنا 1000 عشان بعدين نشتري الكوك بوك. هذه كم حبة؟ عندي 5 حبات، بشتري الكوك بوك. وبس. خلينا نقول له speaking of. By the way, have you met that girl Raya? يقصد البنت اللي هناك. But I believe she was in need of help. Not that it's any of my business, but if she rings your bell, why not lend her an ear? You're making your way to the Erd Tree, no? Well, I heard something that might help. A special means of reaching your destination. Have you ever seen an Iron Virgin? The clunky contraptions are whirlwinds of sickles and spiked wheels, but long ago, they were endowed with a spell of transposition. And get this, a surviving virgin sits at the bottom of the big water wheel in the Academy of Rhea Lucaria, its transpositional powers fully intact. So right, if you get caught in it on purpose, it'll chuck you out straight at the base of the Erd Tree. Or so I'm told. Okay, oh, the hell. ابن الذين قاعد يقول اه انت مو تبى تروح للشجره؟ في حكايه سمعتها زمان انه في عجله اذا خليتها تمسك العجله ذي راح توديك للشجره اوتوماتيك. والعجله ذي قال لنا مكانها في اسفل الاكاديميه. هذه الاكاديميه قريبين احنا منها، في اسفل الاكاديميه، خلها تمسك وراح توديك للشجره. طبعا هي ما راح توديك للشجره، هذا فخ من افخ. ما ادري والله، ما ادري باتشز في ذا الجزء طيب يعني بيساعدنا، ممكن هو غلطان في المعلومه. فهي ما راح تودينا للشجره اذا انتم قدام سابقيني، هي راح توديكم لمنطقه البراكين فوق، راح توديكم لمكان هنا فوق. ف يعني تعتبر زي البورتل اذا انت تبى تنتقل، تبى تختصر. What we spoke before. Oh yeah, great story, isn't it? I'll tell you as many times as you like. And I heard. Cheers for that. Okay. طب خلينا نريح نرجع العلاجات. إيش الوقت دحين؟ أو الوقت على وشك يصير الليل. طيب خلينا نبنيجي هنا. هذه عاد العلامات دي تذكرونها، حكيتكم عنها. لو نسوي لها اكزامن راح يطلع زي الشبح، والشبح راح يدلني على دنجن، اظن راح يدلني هنا او راح يدلني لدنجن هنا. والدنجن هذا انا عارف مكانه، فراح اروح له بدون الشبح، مو مشكلة. بس حلوة كانت وسيلة، يعني اللعبة تخليك تستكشف اشياء جديدة، كانت حركة حلوة. اوكي دول مزعجين، ابى اخذ الايتم وابى ازبن. هذا ايتم دي نركبه في المهيتو حقنا المكس اللي زي هذا، يزود لنا الدكس 10. طيب الحين خلونا نريح. شايفين هنا في بونفاير، بنروح نواجه الشخص اللي رايا تكلمت عنه، سرق منها النيكلاس.
وهذا هو البلاك غارد، شخصية لوكويست. طبعا ما انصحكم تقتلونه، لانه لوكويست مربوط في كويست مربوط في كويست، ف اذا تبوا تسووا الكويست اللي في الاخير تحتاجون هذا، نحتاجه عشان في ايتم ناخذه منه. طيب خلينا نكلمه. What are you looking at? You trying to start something, mate? Give me the necklace. Ah, that necklace. What you're after, is it? Hmm. Well, show me what it's worth to you, and I'll consider parting ways with it. I'm not in love with it. Deal. Okay. يقول يمدينا أسوي refuse وأقتله وأخذ منه النيكلاس. حلو، وتاخذ ملابسه واسلحته وكل شيء، بس هذاك الكويست اللي حكيتكم عنه راح يخرب، فافضل شيء انه نسوي ديل معه ونشتريها منه. هذه هي النيكولاس، نشتريها منه بألف. فخلاص اخذنا الايتم. طيب الحين يمدينا نرجع لرايا ونعطيها النيكولاس، بس قبل ما نروح لها خلينا نقلب الوقت ليل، لانه هنا في ميني بوس عصفور. اكره العصافير. يطلع هنا في الليل. وين بالضبط؟ أتوقع هنا يطلع في المنطقة. أيوة طلع، هذا هو. خلينا نضف سلاحه. نركب الحصان. أوه حلو الدمج. خلينا نعالج. اكتشفت حاجة ضد دولة. ضعيفين يجي لهم دمج زيادة إذا سلاحك فيه له هولي، زي الحين أنا سلاحي. شوف راح الهولي، شفت كيف قل الدمج. هو صح الهولي يعطيني بف للسلاح، بس يسوي دمج إكسترا. باي باي. مثلنا نايس. اوه 6000 مرة نايس. ويعطانا هذا الايتم، هذه تيلسمن زي الخاتم الاحمر حق دارك سولز. اذا قل الاتش بي عندي يزيد الدمج. طيب الحين نبى نرجع لرايا، خلينا نشيل العلامة دي. الحين نبى نرجع لرايا، ابى اروح للبونفاير، ابى اشوف اذا اقدر اشتري من عند باتشز بما انه عندي فلوس. دقيقة، ما يمدينا الفل. خلينا نكلم باتشز ايش عنده شيء كويس. المفاتيح، انا احب المفاتيح، بس والله حرامي 5000. هذه البيرينج داجر حلوة، دي حلوة للبي في بي. اوكي بشتريها منك باتشز، شكلي بشتري الثانية كمان. ناقصني كم؟ ناقصني 200. ناقصني 200. خلينا نستخدم روينز. وين نشتري منه هذا؟ هذه دحين احنا هزمنا ماركت، فما راح نستفيد منه الا قدام 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 في اللعبة، مو الحين راح نستفيد منه. طيب خلينا ارجع لرايا. وين رايا؟ هناك. نرجع لرايا ونعطيها النيكلاس. طبعا هذه تحصلون علامتها في الخريطة، هذا هو الشكل. يمديكم تجي عندها وتضغطون مثلث زي المنظار تشوفون. هذه الأكاديمية، هذيك العاصمة. ما منه فايدة يعني، ما عليها تروفي ولا حاجة، بس مجرد انك تخليها تشوف، تخليك تشوف.
طيب خلينا نعطيها نيكولاس حتى نبسط وراح تدينا رسالة دعوة للقلعة حقت منطقة البراكين. I am Raya, in the service of Lady Tanith of the Volcano Manor. Volcano Manor. I seek stalwart tarnished. They might join our house. You are very brave yourself. Not only a steady hand, but a steady heart. Merciless. Such strength, please. Take this. Thank you. Okay, هذه رايا تشتغل في خدمة السيدة تارنث. وهي في مهمة تبحث عن تارنشت أقوياء عشان يجون عندهم في المانر فولكانو مانر أنا سميها قلعة منطقة البراكين. فأعطتنا ذي الرسالة دعوة. Brave tarnished, seek the Altus Plateau, the realm of the Erd Tree. Most tarnished are doomed to wander the outskirts of the lands between, peering wistfully at the towering Erd Tree. But you are no ordinary tarnished. And once that is proven, the Volcano Manor will fully extend its invitation to fight amongst a family of champions. Oh, this land, but the lift instead, at the base of the... It was excavated. I have faith in you. I do hope. هي دحين علمتنا على الطريق كيف نروح له. الطريق راح نروح له إن شاء الله بعدين من هنا. من هنا راح نطلع ونقدر نخش المنطقة هذه. فهي دلتنا على الطريق. فالحين تقدر تقول استكشفنا ذي المنطقة بالكامل. استكشفنا الجزء ذا من البحيرة إلى هنا. إلى هنا استكشفناها. بقينا الجزء هذا بالكامل ما استكشفناه. والمنطقة اللي هنا طبعا وهذه الأشياء لسه ما استكشفناها. فقبل ما أني أتقدم وأطلع فوق علشان خوفي أنسى، خلينا نروح لدنجن هنا قريب مننا مو بعيد. ودنجن حلو ويعطينا منه آيتم وبين وبينكم المفروض أني أجيله بعدين، يعني بعد ما أجي هنا بس خلينا نفك البونفاير وبعدين نجيها مو مشكلة. بخلص الدنجن والصمن اللي أنا أتكلم عنه ما راح يمدينا نجيبه إلا بعدين. فخلينا نروح لهن نسوي الدنجن هذا. ليش يمدينا السدي؟ أنا وين؟ أوه أنا جيت هنا من قبل. أوكي خلينا نروح نسوي الدنجن. طبعا لو أنا كلمت المرشد السياحي ذاك الشبح بيدلني لهذا الدنجن ترى، فأنا اختصرتها لكم. ونصيحتي لكم أنه أمشي وراه بالعادة راح يدلون الأماكن حلوة. هذا هو الدنجن. خلينا نحط الشعلة. كان عندي شعلة في يدي. حلو. لأنه قريت في الكومنتات يقولوا ظلمة. طيب خلينا ندخل ونريح عند البونفاير اللي هنا. هو على طول في صندوق. كريمين. دنجن حلو قلت لكم. عشبة. الله أول مرة أشوف الأنيميشن ذا. حلو حلو أعطاني الشيلد حقتهم. طيب يمدينا نكمل من هنا أو يمدينا نرجع. خلينا نشوف ايش فيه. بال يا هيل. والله مليان قرود. بساطة. اشتبه تدروا لو كانوا يبغون يخلون القرود
صعبين كانوا خلوهم يسوون بليد، كان من جد وقتها يصيروا صعبين. طيب خلينا اطلع فوق مكان ما هم نزلوا منه، اتوقع في ايتم. يب اعظمه. يمدينا النط، يمدينا النط، طريق مختصر. بس قبل ما النط خلينا نستكشف ذا المكان. هلا والله، السلام عليكم. أنت بسر حلو. سبير تيلسمن، هذا ايش تسوي؟ هذا يقوي ضربات الكاونتر لبعض اسلحة الثرست. اسلحة الثرست زي السلاح هذا اللي معايا، هذا يعتبر ثرست، او زي هذا السبير يعتبر ثرست. اي شيء يضرب على قدام يعتبر ثرست، زي هذه ثرست، هذول ثرست كمان. ايش قصدهم بكاونتر؟ اذا انت تضرب في نفس اللحظة اللي خصمك ضربك، انت قاعد تسوي ضربة كاونتر، فهذه تزود الدمج حق ضربات الكاونتر. كاونتر يعني ضربة مضادة، اذا بنترجمها بالعربي. طيب خلونا نبي ننزل، اتوقع طريقنا خلاص من هنا. نط من هنا. في احد؟ يمدينا هو طريقنا اتوقع من تحت. هلا والله، هو طريقنا من تحت. والله كانوا جدار وفي. طب هنا ولا هنا؟ عاد ذي اللعبة والله مليان جدران مخفية، مليان مليان. السلام عليكم. زين نذبحهم ناخذ فلوس. يا الله صحيح. اوكي انا بموت. خلاص قربنا من البوس، على وشك نخلص الدنجن. حلو، حجر التطوير، حجر التطوير. رجعتني. يا هنا اتوقع الباص، لين اشرب مشروبي. هذا هو جان. يا
حلو الدمج حقه. سريع. جي جي. اوه اعطاني ميدالية، اعطاني تلسمن. حلو، الله يعطيه العافية. ما في بونفاير؟ ما في شيء؟ اوكي، مدينا نطلع نكمل. وهنا راح نقابل شخصية، هذه هي، راح نجي نكلمها بعد شوية، بس خلونا نفتح البونفاير. خلينا نكلمها دحين. Foul tarnished. What do you want? I told the all-hearing brute that I possess no such medallion. Or have you come to take more from me? Was my other half not enough? I told the all-hearing brute already that I possess no such medallion. Or have you come to take more? Was my other half? I told thee that I possess. Or have you come as my other half? شايفين إحنا اللي بنأخذ منها ميدالية، فالميدالية ما يمدينا نأخذها الحين لأنه في شيء ما سويناه. فالشيء هذا إن شاء الله تعالى قدام راح مجرد إنه نسويه راح نرجع هنا ونأخذ منها الميدالية إن شاء الله. وإذا أخذنا منها ميدالية راح تعطينا سبيريت حقها، يمدينا نستدعيها، وجدا جدا قوية، رهيبة هذه في القتال. طيب فين نبغى نروح الحين؟ ودي اطلع من الكهف، ودي اشوف اذا يمديني اجي من فوق، يصير خلاص اشطب ذا الجزء. طيب خلينا نجي من هنا، من عند البونفاير حقت باتشز، ويا بحاول اجي من هنا بشوف اذا يمديني اطلع ولا لا. اتوقع يمديني، الارض واطيه. يا الأرض واطية، مدينة ندخل. مظبوط، حلو. طيب نبى نجي هنا، نبى ناخذ شوية ايتمات ويصير كذا خلاص احنا نكون مشطبين الجنوب حق البحيرة. انا احب اجي ابدا من الاطراف، يصير ما افوت شيء. وللعب العاب فروم سوفت وير دائما يخبون في الاطراف حقت اللعبه. طب خلينا نشوف المخيم هذا، يمدينا استدعي. هذا كبير والله. دقيقة، بخيل ما اعطاني شيء. ايش عندك؟ حلو، اخذنا الكتاب حق الانكانتيشن. نفتش الأماكن دي. ولا حاجة.
غريبة، في تحية هنا. نشوف ممكن تطيح من ذولا. ما ادري اذا انا اخذتها ولا ما ادري ولا لا. هي تحية. ايوه هذه هي. الا الا اخذتها اخذتها، هذه هي فاير سبرمي. يقعد يدق على صدره. اوكي خلونا نكمل. نبى نيجي هنا، نبى نباري الزعيم هنا. في زعيم اختياري. كل المكان هذا دحين فاضي، ما في له شيء، مجرد حيوانات. اظن في الصغار، الصغار يحبون الاماكن ذي قريبه من الجبل. عن كم يطلع لي صغير؟ قايل لكم هم موجودين، يحبوا ذي الاماكن. انا بسحب عليهم لاني ما احبهم. اوكي هنا في بوس، ميني بوس، ان شاء الله انه سهل. او كان يمديني اجي هنا بنطة، شايفين في رياح يمديك. وين مكانه؟ ما عندنا فتح خريطة. يعني في رياح هنا في ذا المكان، فيمدينا ننط ونجي هنا على طول. طيب كويس، في ستيك اوف امريكا، يصير لو متنا يمدينا نرجع نباري مرة ثانية. ان شاء الله البوس سهل. بف السلاح. يا هذا سهل. هذا يعالج ترى. راح يدينا هذه الضربة اللي قبل شوي كان يسويها، نفس الضربة اللي كان يسويها قبل شوي قاعد يكررها، هي نفسها يمدينا الحين نستخدمها. اوكي كده احنا شطبنا كل الجنوب، بس بقي ايتم واحد، بقي ايتم واحد هنا قريب من البياع، بس ما كان يمدينا نجيبه الا من ذي الجهة. لازم ننط على الايتم. وينه؟ يا شايفين هذا هو الايتم. تلسمن هذه حكتكم عنها، زي رينج اوف ساكرفايس حق دارك سولز. اذا مت فلوسي ما تروح، الفلوس تظل موجودة معايا. طب خلونا قبل ما ننهي الحلقة خلينا نلفل. اتوقع انا احتاج 12000. اوكي هذه راح تكفي بالراحة. طيب ايش نبغى نلفل؟ نوصل، قلنا هذا نبغى نوصل 18، يصير اقدر اشيل التيلز من حقة الفيث. حلو وصلنا 15. ياه كده احنا يا شباب الحمد لله قدرنا نخلص. تقدروا تقولوا
جنوب البحيرة، الخط هذا بالكامل وتحت خلصنا، خلصنا الدنجن هذا، هذا راح نرجع له عشان نقابل البنت، راح نجي لها بعدين. فإن شاء الله تعالى في الحلقة الجاية راح نكمل استكشاف البحيرة بإذن الله بالكامل. هذه البحيرة كبيرة راح تاخذ مننا أكثر من حلقة. يعطيكم العافية يا شباب، أتمنى هذه الحلقة عجبتكم، ونشوفكم إن شاء الله تعالى في الحلقة الجاية من تختيم إلدرين. كما كنت أخوكم بسام، وفمان الله.